حسام، انت شفت الموضوع ده ازاي؟ كواليس الساعات الاخيره احنا بنتكلم لحد امبارح حتى مع قرار نادي الزمالك بالانسحاب او الاعتذار عن المسميات، حتى دي بقت صعبه جدا ان احنا دلوقتي محتاجين نفصل للناس المسميات طبعا. بس المهم ان الزمالك مش هيلعب المباراه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وهل الزمالك فعلا كان ممكن يرجع يلعب المباراه ديت في الساعات الاخيره ولا كان الموضوع مقفول من امبارح؟ تمام. الزمالك طبعا حط قدام عينيه حاجه واحده بس، انه لجنه الانضباط تنعقد وتاخد قرارها. تمام. قرارها اللي هو يعني من الاخر ايقاف كهربا، انه كهربا يكون خارج المباراه، ودي كانت النقطه اللي هي كانت الفاصله في الموضوع بالنسبه لنادي الزمالك. الاهلي كان موقفه مش معلن فيما يخص موضوع كهربا، ولكنه النادي الاهلي خد طرق قانونيه للوصول انه كهربا يكون موجود. لجأ للقضاء الاداري، رفع قضيه انه لجنه الانضباط موقفها غير قانوني. حصل قبل اجتماع لجنه الانضباط انه محكمه القضاء الاداري حددت جلسه يوم 14 مايو، فبالتالي النادي الاهلي قدم طلب بيطلب فيه من لجنه التظلمات ارجاء نظر هذا التظلم لحين الفصل في هذه الدعوه. وبناء على هذا الكلام طبعا لجنه الانضباط خدت قرارها بتأجيل نظر هذه القضية، يعني قضية كهربا تحديدا، علشان يقرر نادي الزمالك ان هو خلاص مش هيسافر. وشفنا اللي حصل امبارح انه نادي الزمالك بلغ اللعيبة ان ما يروحوش المطار والكلام ده كله. في الاتجاه الاخر اتحاد الكورة كان هو اللي في مرمى النيران في الفترة دي وفي الساعات دي. اتحاد الكورة خلينا اقول لك مجموعة كبيرة منه ما كانوش يتوقعوا انه نادي الزمالك هينفذ كلامه ويعتذر عن مباراة السوبر، وكان الهدف في اليوم اللي قبله انه لجنة التظلمات تجتمع تلبية لرغبة نادي الزمالك في محاولة لتهدئة الاجواء، انه احنا لبينا الرغبة باجتماع لجنة التظلمات لكن احنا القرار مش في ايدينا، علشان يظهر انه اتحاد الكرة بيحترم نادي الزمالك زي ما بيحترم اتحاد الكرة وجميع الاندية. لكن اللي حصل انه نادي الزمالك بعد القرار ده شاف انه الموضوع بالنسبه له مش ده اللي كان عايزه، شايف ان في رؤيه غير واضحه في الموضوع اللي حصل موضوع كهربا. اتحاد الكوره علشان ينهي هذه الازمه علشان يشوف البديل، نادي الزمالك كان امبارح طلع فيديو فقط ظهر فيه رئيس النادي بيتكلم عن موقفه، فعلشان يضع حد لهذا الموضوع ارسل خطاب النهارده لنادي الزمالك بيقول له فيه انه آخر مهلة ترد علينا قبل الساعة 3 لغاية الساعة 3 علشان موقفك، نعرف موقفك هتلعب المباراة ولا لا. كان في الوقت ده اتحاد الكرة أرسل كمان خطابات بالترتيب لنادي بيراميدز وأيضا لطلائع الجيش وفيوتشر علشان يعرف موقفهم في حال تأكد اعتذار نادي الزمالك، وده اللي حصل. وباقي القصة اللي حكاها الأستاذ أحمد فيما يخص بيراميدز، لأنه كان الهدف بعد الزمالك مباشرة هو إقناع مسؤولي نادي بيراميدز بالمشاركة، وده اللي حصل. ويعني خلال الحلقة هنقول على موضوع العقوبات والكواليس اللي حصلت فيها. عظيم جدا. طيب